الفيلم اللي شفتوه ده هو التغير المناخي بعينه، ازاي المناخ بيقدر بجد يعني ياثر علينا لما لما 197 دوله توقع مع الامم المتحده بان هي هتشتغل على موضوع التغير المناخي وهتقدر تشوف ايه لان هي لازم تشتغل على الناس عايشه ازاي مش بس الاجواء حر وبرد لكن كمان ازاي المناخ بياثر على اللي بناكله. واللي بنشربه وحياتنا وعيشتنا خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ضيفي هو المهندس صابر محمود عثمان رئيس مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة مساء الخير مساء يعني جدا. إحنا مهتمين قوي الناس بتسأل طب أنا يعني لو أنا مزارع بسيط إزاي التغير المناخي بقى يأثر يقولك بيأثر على الزرع بتاعتي هو طبعا الموضوع بمنتهى البساطه ان اي نبات في العالم كله مش في مصر بس بيحتاج مجموعه من الظروف بتساعده على النمو، جزء منها درجه الحراره، الرطوبه، في دول ثاني بتزرع بالاعتماد على الامطار، احنا عندنا في مصر بنزرع بالاعتماد على الميه اللي بتيجي من نهر النيل، التربه، فكل العوامل دي مجتمعه هي اللي بتؤدي إلى أن النبات يقدر ينمو يقدر ياخد الغذاء اللي بيحتاجه والميه اللي بيحتاجها ويقدر ينتج المحصول بتاعه، فلو حصل خلل في أي عنصر من العناصر دي بالتالي بيبتدي يحصل خلل في الإنتاجيه، طبعاً النباتات كمان فيها أقدر أقول هي ميزه وعيب في نفس الوقت إن هي ما بتتحركش مكانها. صحيح. فما تقدرش تتكيف عليها بتتأثر قدرتها فيه. على التكيف مع التغير في الظروف الجوية بتبقى ضعيفة جدا م. ويمكن دوت اللي خلانا نبتدي نلجأ لأفكار جديدة زي إن إحنا يبقى عندنا مثلا صوب م. علشان نقدر نتحكم في الظروف والعوامل الجوية المحيطة بالنبات وبالتالي نقدر نحافظ على معدلات الإنتاجية عشان نحافظ على الامن الغذائي طيب تعالى كده واحنا مع الصور ندي امثله يعني قولي مثلا ايه المحاصيل اللي موجوده في مصر اللي لان كل بلد لها محاصيل وكل تربه لها محاصيلها ايه المحاصيل اللي عندنا في مصر لو انا قارنتها بالسنوات اللي قبل كده اقول لا بدات تتاثر وما بقتش تطلع بال... بال... بالنوعيه الجيده بتاعتها زي زي السابق يعني عندنا في محصولين السنتين اللي فاتوا مع الاسف يعني انتاجيتهم قلت بشكل كبير جدا محصول المانجا ومحصول الزيتون المانجا يعني والزيتون اه ناس كتير ممكن تفتكر يقول محصول المانجا دي حاجه رفاهيه او ده فاكهه آه. لا في الحقيقه الموضوع مش كده خالص وده مش يعني مش مرتبط برده عند الناس اللي يقول لك ايه ده انا اكلت مانجا كتير لا ما احنا بنتكلم على الرقعه الزراعيه كلها طبعا والانتاجيه اللي بتطلع منها دي زي ما بقول ما هياش عمليه آه المحصول دوت في ناس بيبقى في ذهنهم مثلا محصول زي القمح هو اللي مهم محصول زي الرز هو اللي مهم لكن الحقيقه الموضوع مش كده الموضوع ليه علاقه اكتر بالاقتصاد وله علاقه اكتر بدخل الناس اللي, بي اللي بيستفيدوا من طبعا. هذه الارض فبالتالي لما محصول زي محصول المانجا اللي بتزرع في رقعه كبيره جدا وفي محافظات زي محافظه معلية مشهوره جدا بانتاج المانجا ال... الانتاجيه بتاعتها تتاثر نتيجه موجه حراريه ادت الى وقوع ازهار السنة النبات ده حصل مشكله السنة كبيره في طبعا لي. واللي قبلها كمان وبالتالي دوت ادى الى آه انخفاض الانتاجيه وبالتالي في كل سلسله بقى اللي بتتعامل الناس اللي بتنقل الناس اللي بتشتغل الناس اللي بتصنع المانجا وبتطلع منها عصائر مثلا طبعاً. الناس اللي بتصدر المانجا حتى الدوله نفسها طب هل هنا لو بتاخد إحنا بقى؟ ازاء هذا التغير المناخي ممكن نعمل ايه علشان ناخد بالنا من المحصول ده ان ما بقتش درجه الحراره او الحياه يقدر يعني يطلع الانتاجيه اللي احنا عايزينها هو طبعا في دور مهم جدا بتلعبه وزاره الزراعه طبعا واصلاح الاراضي بالتعاون مع احد الجهات التابعه عليها اللي هو مركز بحوث الزراعيه وطبعا هيئه الارصاد وزاره الموارد المائيه عايز اقول ان الموضوع لازم يكون في تكامل بين الجهود وزاره البيئه عندها مشروع كبير للخريطه التفاعليه لمخاطر تغير المناخ وتاثيراتها آه. على مصر عشان نقدر نعرف في المستقبل مش بس اللي بيحصل دلوقتي يعني عايزين نعرف لغايه سنه 2100 ايه هي التاثيرات المحتمله الناتجه من تغير المناخ خصوصا انه كمان الامم المتحده بقى عندهم مشروع 2030 اللي هو من غير يعني اقل انبعاثات و خمسين ما فيش انبعاثات خالص فاحنا انا مش هنعيش لعشرين خمسين عشان ناكل ناكل مانجا طيب بالنسبه للزيتون هو حصل نفس المشكله زي المانجا طبعا مع نفس التاثير آه آه مع التذبذب في درجات الحراره الغير معتاد ده بيؤدي إلى إن النبات بيتأثر بشكل كبير جداً، لأن يعني أي نبات بيكون ليه مدى حراري وليه عدد معين من ساعات السطوع الشمسي بيكون محتاجها، فلما بيحصل فيها خلل بشكل كبير جداً في وقت قصير، ده بيخلي النبات مش قادر يعمل عملية التكيف، آه. فيبتدي يحصل زي ما حصل مثلاً في المانجا أو في الزيتون تتساقط الأزهار اللي هي بعد كده بتحول إلى الثمار اللي إحنا كلنا صح بنستغل. من قبل ما يطلع أو المنتج وبالتالي كمان إحنا هنا بنتكلم على تغير مناخي وتغير اقتصادي لأنه أنا لما هخسر المحاصيل دي فأنا اقتصاديا بخسر كمان طبعا بشكل كبير جدا الخسائر بتبقى كبيرة ويمكن مش بس التغيرات في الظروف الجوية إحنا عندنا كمان في جزئية تانية خطيرة وهي متعلقة بارتفاع منسوب سطح البحر م. إحنا عندنا جزء كبير من الأراضي الخصبة الموجودة في جمهورية مصر العربية موجودة في دلتا نهر النيل طبعا وبالتالي ارتفاع منسوب سطح البحر بيؤدي إلى زيادة ملوحة التربة وارتفاع صح. الماء الأرضي وبالتالي المناطق المجاورة للشواطئ يعني معظم المحافظات يعني زي كفر أمثلة الشيخ برضو. الطاقة الشيخ إيه اللي مثلا مثل البحيرة بيبتدي يحصل زيادة في ملوحة التربة وده بيأثر على النبات، النبات الجذور بتاعته المفروض إن هي بتمتص المياه عشان تديه الغذاء بس, بس, بس لا تغرق زيادة. في المياه مش بس تغرق هي بيحصل خلل النبات جذره مش بيبقى قادر يمتص العناصر الغذائية م. نظرا لوجود معدلات عالية من الملوحة في التربة م. وبالتالي ده بيؤدي إلى ذبول النبات وموته نظرا لتملح التربة <applause> فالخلل اللي بيحصل مش مجرد حتى سهل التعامل معاه أحيانا بيكون فيه صعوبات كبيرة لأن طبعا تملح التربة ده بالذات هيبقى محتاج على سبيل المثال زيادة الري عشان يعصى غسيل التربة واحنا طبعا عندنا ندرة في المياه آه ما بنعتمد على مصدر رئيسي اللي هو نهر النيل اللي بيستهلك طبعًا حوالي 80% من ايراد مصر المائي بيروح بس للقطاع الزراعي فان احنا بنحتاج ميه ازيد لكده القطاع الزراعي طبعا دوت تاثير كبير جدا وللاسف احنا طبعا غير مساهمين ومش مصر بس كل طبعًا قاره افريقيا انا يعني. انا عايز اسال حضرتك سؤال بشكل تاني احنا دلوقتي بنشوف مثلا مشاريع زي مشروع المليون فدان المشاريع دي بقى كمان لما بيتم تنفيذها دلوقتي بيبقى فيها وزاره البيئه يعني فيها مراعاه انه انا بعمل المشروع انا عارف ان انا تحت تغير مناخي مختلف دراسه للتربه دراسه للمناخ دراسه فاعتقد غير الاساليب القديمه اللي كانت موجوده فيها المحاصيل طبعا في نظام كبير بيتعمل للمتابعه والتقييم بتقود وزاره البيئه طبقا للتقرير اللي نشرته الوزاره سنه 2000 او 19 اسمه تقرير محدث كل عامين لكن مشكله هذا النظام ان هو بيحتاج تكاليف كبيره جدا لأنه في نظام جزء منه نظام انذار مبكر جزء منه نظام تنبؤ لما لفتر... وتوقع لفترات طويله جدا جزء منه دراسات محتاجينها عشان خاطر نقدر نطور المحاصيل تبقى قادره على تحمل ملوحه التربه او قادره على تحمل التذبذب في درجات الحراره او الموجات الحريه ودوت يمكن التقرير الاخير اللي طلع كمان من جمهوريه مصر العربيه اسمه تقرير المساهمات المحدده وطنيا بيطالب الدول المتقدمه المشتركه في اتفاقيه تغير المناخ ان هي توفي بالتزاماتها وتقدم التمويل والتكنولوجيا صحيح. وتعمل بناء قدرات لكل المؤسسات الفاعله في مواجهه تاثيرات تغير المناخ على قطاعات التنميه المختلفه زي قطاع الزراعه علشان نقدر نحقق الامن الغذائي اللي هو احد اهداف التنميه المستدامه طيب لو احنا بنتكلم على مؤتمر المناخ وبنقول ان احنا عندنا دول اقتصاديات عاليه بنتكلم على الصين على امريكا على اوروبا على الهند اللي هم بيطلعوا اكثر انبعاثات لو احنا قلنا ان الدول دي وقالوا انه الفلوس ما بقتش هي المهمه المهم, المهم ان هم مثلا يشتروا حاجه ياخدوا منتجات من الدول دي ان هو يساعدك في الطريقه نفسها تحصل ايه هل ده ممكن نحصل عليه من خلال بقى توصيات المؤتمر او ننجح فيه هو طبعا احنا بنتفاوض في هذه المساله بقى لنا دلوقتي 26 مؤتمر مم. يعني الاتفاقيه دي اتوقعت سنه 1992 دخلت حيز تنفيذ سنه 1994 اول اجتماع كان في برلين 1995 فتخيل حضرتك كل عبر هذه السنوات الدول المتقدمه التزمت ان هي توفر اليات كتير لتنفيذ ومساعدة الدول النامية لكن للأسف كل مرة بيحصل تعطيل المشكلة مش بس في الفلوس أحيانا بيحطوا مبالغ مالية في الصناديق التمويلية لكن بتبقى المشكلة بقى الوصول إلى هذه الأموال أحيانا بنتقدم بمشروعات بتقعد بالسنتين والتلاتة لغاية لما يتم الموافقة عليها ودوت طبعا بيكون ضد عمليه التنميه احنا طبعًا. عايزين طبعًا. ننمي ننفذ امام, أمام مشاكل, مشاكل تغير مناخي طب انا هنا على المستوى المحلي بقى اذا دلوقتي ما بقتش الزراعه القديمه يعني لازم دلوقتي المزارع الكبيره او المحاصيل الكثيره او المزارع لابد هو يبقى على طول على اتصال وثيق بالبيئه وبالعلم وبالناس ده بقى يحصل ازاي في توجه اسمه الزراعه الذكيه مناخيا م. الزراعه الذكيه مناخيا زي ما قلت بتعتمد على عدد من المدخلات جزء منها يكون فيه عندي نظام انذار مبكر جزء منها بيكون فيه عدد من الوسائل اقدر اوصل المعلومه للفلاح او للشركات حتى الكبيره بكل الوسائل المختلفه بدايه من استخدام بعض البرامج والتطبيقات على الموبايل او حتى الوصول الى بعض الفاعلين داخل المجتمع زي شيخ الجامع او الاب في الكنيسه او حتى مركز الشباب بحيث ان احنا نقدر ننشر طبعا لانه برضه خلينا نتفق ان في بعض المزارعين او الناس اللي بيشتغلوا يمتهنوا مهنه الزراعه والفلاحه هم بسطاء فلكن لازم يكون هو على اتصال وثيق زي ما انت قلت كان في كمان زمان حاجه اسمها الجمعيه الزراعيه كانت بتساعد الناس قوي فاعتقد ان احنا خلاص بقينا محتاجين الحاجات دي هل ممكن كده نيجي نقول انه بعد سنين انه يكون في مثلا محصول ما احنا بناكله متعودين عليه ما يبقاش موجود نتيجه التغير المناخي ممكن يحصل آه هو طبعا اللي احنا بنعمله في مصر هنا ومن زمن طويل حتى من قبل تغير المناخ عمليه تطوير وتربيه وتهجين المحاصيل مم. احنا يمكن عندنا ميزه من ناس كتير متعرفوش احنا اكتر دوله في العالم آه، انتاجيه من محاصيل زي القمح آه، فدان القمح في مصر بينتج أكتر انتاجا في كل العالم لكن المشكله السبب... عندنا محدوديه المساحه اه محدوديه المساحه اه دي آه. اللي بتخلينا مش قادرين نواجه الطلب ونوفر الغذاء بتاعنا وبنضطر ان احنا نستورد جزء لكن الانتاجيه نفسها من ناحيه المساحه عاليه جدا وعندنا علماء الانتاجيه اللي موجوده في توشكا دلوقتي بالنسبه للقمح او طبعا لان انا بقول الانواع احنا عندنا كمان ميزه تانية ان كل منطقه في مصر عندها انواع معينه بتزرعها عشان تبقى مقاومه لامراض زي مثلا مرض صدأ القمح ده مرض مشهور جدا بينتشر في فترات ارتفاع درجه الحراره وزياده الرطوبه <applause> فبناء عليه تم انتاج اصناف في المحطات البحثيه التابعه لوزاره الزراعه زي محطه سيتس او سخة كل منطقه بنعمل لها المحصول اللي ينفع يتزرع فيها وبالتالي التاثير عليه سواء مع ارتفاع الحراره او رطوبة بيكون قليل جدا طبعا مع مراعاه الاشتراطات يعني لازم الفلاح او القائم على الزراعه حتى لو كانت شركه يراعوا الاشتراطات والمواعيد بتاعه الزراعه والمدخلات يعني ما بقتش اللي هي بالبركه لا اللي هو انا فاهم انا عارف انتوا انا مش محتاج ده, ده ده ما بقاش موجود لا مواجهه تغير المناخ وزياده قدرتنا على التكيف بتعتمد على عدد من الامور منها العلم م. لازم يكون عندنا علم منها التكنولوجي لازم يكون عندنا تكنولوجيات منها الثروه ايضا لما يكون عندنا فلوس وتمويل بنقدر نحسن وننفذ اجراءات للتكيف مع تاثيرات تغير المناخ طب الحوافز اللي قدمت وكمان من من السيد الرئيس قدم حوافز كتير لمزارعي مزارعي القمح والانتاجيه الافضل والانتاجيه الاحسن الحاجات الحوافز دي كمان بتخلي الناس تنتبه انه يلتزم بالاشتراطات وانه ياخد باله انه يطلع انتاجيه مش بس انتاجيه كبيره ولكن النوعيه فيها تكون جيده. قطعا الدوله بتقوم بدور كبير لكن المشكله فين؟ المشكله ان ده بيضغط على عجله التنميه في الدوله يعني احنا بدل مثلا ما نوجه الفلوس دي للتعليم او نوجهها للصحه لان الدول المتقدمه متقاعسه وما بتقدمش التمويل اللي التزمت بيه قبل كده فبنضطر ان احنا عايزين نحمي الامن الغذائي في الدوله صحيح. فبناء عليه بنضطر ان احنا نعمل مشروعات كان المفروض ان اللي يمولها عشان الخلل اللي حصل الدول المتقدمه, الدول المتقدمة. فده طبعا بيعمل ضغط على اقتصاد الدوله في كل القطاعات لأن تغير المناخ مش بس بيأثر على الأمن الغذائي والزراعة طبعا. بيأثر على صحة المواطنين بيأثر على الآثار بتاعتنا اللي هي جزء كبير من مصدر الدخل بتاعنا بيأثر على الشعاب المرجانيه اللي موجوده في البحار والمحيطات والتنوع البيولوجي فبالتالي دوت يعني بيعمل بتعمل, ضغط بتحمل بتعمل حمايه آه بيعمل ضغط كبير جدا على موازنه الدوله واستراتيجيه التغير المناخ اللي تم نشرها في مايو من خلال تاتشينها من خلال السيد رئيس مجلس الوزراء اتكلمت على كل القطاعات المهدده والتمويل اللي احنا محتاجينه علشان نقدر نعمل عمليه تكيف مع أكيد. تاثيرات تغير المناخ في أكيد. كل قطاعات التنميه احنا نتمنى ان شاء الله انه هذا المؤتمر وهذه التوعيه ووجود مصر يعني كدوله بتستضيف افريقيه بشكرك شكرا جزيلا انه يكون في تحسين ونشوف ده من خلال المؤتمر بشكرك شكرا جزيلا المهندس صابر محمود عثمان رئيس مؤسسه مناخ ارضنا للتنميه المستدامه بشكر حضرتك بعد فاصل الحقيقه انا شخصيا متحمسه جدا روايه القطايع وروايه اولاد الناس وروايه بائعه الفستق وروايه روايات كثيره جدا هنعيش فيها، مش ان احنا بس نعيش مع روائيه عظيمه و... و... واستاذه للادب ولكن ان احنا نرجع للتاريخ ونشوف ازاي نقدر من خلال البحث في التاريخ البحث الكبير في التاريخ ان يتحول هذا البحث الى ادب وادب عظيم وفي من الرومانسيه وفي من ال... من التعظيم للحال المصري والشان المصري وان تقرا التاريخ وتعرف وتشوف بان البلد دي عظيمه وان اللي جه وعاش هنا مهما كانت الحضارات ومن عاش على هذه الارض قد ايه تاثر بالبلد تاثر بالناس وتأثر بالمصريين لان هم شعب عظيم مختلف ومتنوع تفاصيل كتيرة جدا هتنقلها الروائية دكتورة ريم بسيوني الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الأداب لعام 2022 مش بس كده الجملة والكلمة العذبة اللي بتكتبها دكتورة ريم هي اللي هتنقلنا لعالم التاريخ فاصل قصير وأستقبل الروائية ريم بسيوني في التاسعة أرجوكم خليكم معانا في الفقرة دي